ومنها إلى جريدة اليوم السابع، الزراعة، تعديل قانون التعاونية وتطبيق الزراعات التعاقدية على الأرز والذرة. أكد دكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية تطوير منظومة التعاون الزراعي وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أنه يجرأ حاليا تعديل القانون الخاص بالتعاونيات ليكون هناك منظومة واحدة تمثل الفلاح تمثيلا حقيقيا ويمكنها التحدث باسم المزارعين والتعبير عنهم. وقال أبو حديد في تصريحات صحفية أمس أن الوزارة نجحت في تنفيذ مشروع الزراعة التعاقدية مع المزارعين على محصول القمح، وأنه جاري حاليا تنفيذ تلك المنظومة فيما يخص محصولي الذرة والأرز.